المسا كمان اهتمت بمنشط لا تهون ولا استهتار امام المقاولين العرب. يمكن في معظم رسائلنا مع زملائنا المراسلين خلال الايام الماضيه كل الاحاديث او كل الاخبار اللي بتطلع من تدريبات فريق النادي الاهلي رايحه في نفس الاتجاه، ان مارتن لاسارتي دايما بيجتمع مع اللاعبين ودايما منشتاته الاساسيه والرئيسيه انه بيتكلم مع اللعيبه عن ان مفيش تهاون او استهتار سواء في مباراه المقاولين او حتى مباراه الزمالك. الفوز على الذئاب بيقرب الاهلي بنسبه كبيره جدا للاحتفاظ بلقب الدوري خلال الفتره القادمه. النهارده مباراه الزمالك والجونه، اذا حصل تعادل او خساره نادي الزمالك تقدر تقول بنسبه 70 او 80% بيقترب اللقب من النادي الاهلي، وهيكون التاكيد في مباراه المقاولين العرب. لكن ماذا لو فاز الزمالك؟ هتؤجل حسم المسابقه الى اخر مباراتين، بعد مباراتين في نفس التوقيت الاهلي الاهلي هيلعب مع المقاولين والزمالك هيلعب مع الاسماعيلي يوم الاربعاء القادم.